باش منانيش يذكره كل شيء ونحب الراجه عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متشبعي قناة الانجارات العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدخل واحد التعليق او لايك، وما تنساش انك تدوز على الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم فيسبوك انستغرام وحتى من تيك توك، وهذو الثلاثة غادي تلقاهم تحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. ونبداو دابا خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركة الله. المهم خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات، قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، القضية اللي طرات في ملعب البلدي ديال قنيطرة من الجماهير الفراوية كلشي خرج دار واحد الضجة، واغلبية شنو بغاني يكذبوا ديك القضية وهي مفروشة مليار في المية. عشان هي مليار في المية مفروشة، وكلشي بغى يتلجأ وحط عينه على فريق الرجاء البيضاوي والجماهير الرجاوية. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم حنا كجماهير رجاوية كيفاش كنشوفوا الجماهير الفراوية. هاك تصنط المهمة ديال النظرة ديالنا على الجماهير ديال فريق الجيش الملكي، بلا ما يبقى شي واحد يبدا ينبح ويبدا يهرنط ويبدا يزيد في الهضرة. المهم ندخلوا في الموضوع. أسفرت عملية الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن قنيطرة على هامش مباراة الجيش الملكي وأولمبيك آسفي عن ضبط 15 شخص من بينهم 2 من القاصعين، ويأتي ذلك بعد الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق الموظفين العموميين أثناء أداء واجبهم. وأسفرت التدخلات الأمنية المنجزة بعد نهاية المباراة من توقيف المشتبه فيهم متورطين في عدم الامتثال وتبادل العنف والرشق بالحجارة، الأمر الذي تسبب في إصابة عنصرين من القوات العمومية بجروح وتسجيل خسائر مادية في مجموع من تجهيزات الملعب. على وعلى ذلك تورط عدد من العناصر في ارتكاب جرائم مختلفة كالتخدير وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات رادة وقنين من غاز مسيل للدموع، وتم إخضاع مشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات الجارية بغرض استغلال المعطيات التعريفية التي تم تجميعها في تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال إجرامية وتوقيفهم. والقضية وما فيها هو أن السلطات المحلية أي الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن مدينة قنيطرة صيفطات بيان للجنة الأخلاقيات وعن أحداث الشغب كاملة وشنو وطرة وشكون السبب ديالها. والقضية فيها أسلحة بيضاء وفيها قنينات غاز مسيلة للدموع وفيها مخدرات وفيها إلى آخره. لجنة الأخلاقيات دايرة عين ميكا على هاد الأحداث اللي وقعات، هادشي اللي كان طرا في الماتش الشعب جيش وأولمبيك آسفي مدينة قنيطرة، والخسائر المادية والبشرية لجنة الأخلاقيات بقى ما خارجة بحتى شي قرار. لجنة الأخلاقيات راه في يدها البيان ديال السلطات، ولكن بقى ما عاطية حتى شي بيان أولا شي بلاغ أولا شي حكم صادر في حق هاد الجماهير المعفونة. وكنتمنى في أقرب وقت يتم خروج ببلاغ أو حكم نهائي صادر في حق هاد الجراثيم. وقرر الألماني جوزيف زيمباور مدرب فريق الرجاء العالمي منح لاعب إجازة تمتد لأربعة أيام، وذلك بعد الفوز فريق الأخضر على شباب السوالم بثلاث أهداف لهدف واحد أول أمس السبت برسم الجولة 24 من البطولة الاحترافية القسم الأول إينوي. هذا ومن المرشقب أن يعود النسور الخضر لأجواء التدريب يوم الخميس المقبل من أجل التحضير لباقي مباريات الدوري المحلي، ويحتل فريق الرجاء العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 54 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فريق جمعية القوات المسلحة.
وبلاغ محمد بوطريقة يوم المباراة اللي جمعات فريق الرجاء العالمي والشباب الرياضي السالمي. من بعد المباراة خرج واحد البلاغ الأول اللي كيهضر فيه على قبل مشوشين على الفريق، وخرج واحد البلاغ الثاني اللي جا فيه انتصار الرجاء الملكي على النادي دائما يزحف نحو المقدمة مع الاقتراب من العودة السريعة لعصبة أبطال، ثم صرف أجور اللاعبين والطاقم ومنحة الفوز على الفشح. هو الأسبوع المقبل سيتم صرف منحة الفوز على السوالم بالرغم من قلة مداخل الجمهور بسبب إغلاق الملعب. كذلك أيام قليلة وسيتم صرف أكثر من 220 مليون سنتيم على الفريق الأول من منح أخرى معطينا حد شريال. الأكاديمية تشتغل بطريقة احترافية على أساس تكوين لاعبين في مستوى كبير، تجديد لمستشارين بأرقام مهمة وقياسية على مستوى الوطني. كل الشكر لأعضاء المكتب المديري على عملهم وجهدهم لعودة الفريق للسكة الصحيحة على جميع المستويات الرياضية والمالية والهيكلية. أختم كلامي بقوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤشيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، صدق الله العظيم. مهم باش تعرفوا بأن قضية وما فيها هو أن محمد بودريقة كيتعرض للهجوم من بعض المشوشين عليه وعلى النادي بما فيهم صغرور وحسبان. هاد الجوج هادو باغين يطيحوا بمحمد بودريقة، وبالكين كيديروا بزاف ديال العراقيل ما بين الطاقم واللاعبين مع المكتب المسير الحالي. ولكن كل الشكر للسير بلغيشي اللي واقف وقفت رجل واحد ومكاري الصاد على ما يرجع الرئيس المكان ديالو. هنا هاد الجوج هادو يعني مازال الهضره عليهم كثير، ومازال الهضره عليهم طويله، وباغين يديروا شي حوايج وباغين يخلقوا واحد الفتنه كبيره باش نعاودوا نطيحوا عاوتاني ونبداو من ازيرو. ولكن هادشي ما عمره ما غادي يكون وما غاديش يكون، لان حنا غنوقفوا ليه بالمرصاد. وختموا الفيديو ديالنا بقصصات الانحراف. في برشيد تم الالغاء كوطة 3000 متفرج لدواعي أمنية، والسبب الرجاء ليس طرفا في المباراة. هل من عقل ومنطق يشرح لنا هذا الأمر؟ طنجة تستقبل الجيش بالقنيطرة، وأمام الحسنية تستقبل تطوان بدون جمهور. النتيجة والتوقيت: مشجع للجيش يحذرني من نشر فيديو شغب قنيطرة لأن ذلك سيعطي فرصة لأعداء الوطن من التشكيك في قدرات المغرب الأمنية، فهموني بليز. أيش منهم آخر أيامنا يقترح على الرجوين رئيسا؟ نحن لسنا الوداد، لا وصايا على الرجاء. هشام فرج بدل أن يكون معلقا محايدا، قال: أتمنى أن تأتي تغييرات الوداد بتغيير النتيجة. جيد أراد أن يدخل تغييرا على طريقة إدارة المباريات، قام بمحاولات العديدة أن يبتسم. الزمرعوي 500 مليون سنتيم، ربما أخطأوا في الرقم بزيادة الصفر على أي مميشات خلا. عبدو إبراهيمي تم توقيفه لممارسة أي مسؤولية سيرية، شافوه شي وحدين مصور مع بعض الأعضاء المكتب المسير الصورة المرفقة، قالوا على العصبة أن تدخل، ربما قد يطالبون الأخلاقيات بوضعيه تحت الإقامة الجبرية. زكريا عبوب قال: أنا ولد الجيش الملكي والعربون، تلك الحفاوة والاستقبال من المدرجات، استمرار جمهور الوداد في الرشق بالقنينات تجاه لاعبيهم من عبارة بيب. الحل الوحيد أراه التعاقد مع الشيخ مدربين الوانزرشي في أسرع وقت للخروج من أزمة النتائج. المهم أخوتي الرجوين وخواتات الرجويات، الفيديو ديالنا سالة، وكنتمنى من هذا الفيديو يكون عجبكم، وإلا عجبك ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق أو لايك، وما تنساش أنك تدوز عندي الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم فيسبوك انستغرام وحتى من تيك توك، وهادو الثلاثة غادي تلقاهم لتحت في الديسكريبشن. نشوفكم إن شاء الله فيديو جديد وأخبار جديدة بلا شي تعلق فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعاية الله وحفظه، ودمارجة وتعيش الراجع.